أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد فاصل قصير. المدى، البداية من تقرير نشرته صحيفة المدى بعنوان سيناريوهات متشائمة عن الحرب. بغداد، الأجواء العراقية فيها غير مؤمنة بالكامل، بقلم تميم الحسن، حيث تسلط الصحيفة الضوء واسعا على واقع غياب السيادة العراقية وتعرض البلاد للتحديات الأمنية الخطيرة نتيجة سيطرة الميليشيات الموالية لإيران وضعف قدرات الدفاعات الجوية والتسليح العراقي. يشير المقال هنا إلى أن القيادة العسكرية العراقية نفسها أقرت بأن الأجواء العراقية غير مؤمنة بالكامل، وهو ما يعكس ضعف القدرات الدفاعية وعدم وجود منظومة دفاع جوي كافية لحماية البلاد والعباد. في هذا السياق تعكس هذه التصريحات فقدان العراق للسيطرة الكاملة على أراضيه، سواء في مواجهة التهديدات الخارجية أو التصدي للصراعات الإقليمية التي تتصاعد بين إيران وإسرائيل. يبرز المقال هنا بشكل خاص سيطرة الميليشيات المسلحة الموالية لإيران على المشهد العراقي، مشيرا إلى أن هذه الفصائل لا تخضع بالكامل لسلطة الدولة، بل تشكل قوة شبه مستقلة تعمل تحت تأثير إيران. قالت القيادة العسكرية بأن الأجواء العراقية ليست مؤمنة بالكامل، في حين يعتقد أن الوقت قد فات لتجنب الحرب في العراق وفق ما يرجح محللون. وذكرت تقارير أن قاعدة عين الأسد غربي الأنبار شاركت في اعتراض الصواريخ الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل، ويتداول في الأوساط السياسية عن وجود بنك أهداف إسرائيلية في العراق قد يتجاوز 30 هدفاً. وأكثر الترجيحات تتحدث عن احتمال استهداف منشآت النفط وقادة الفصائل، ويشترك الجناح السياسي لسيد الشهداء الذي يتزعمه أبو ألاء الولائي في الحكومة، وهو أحد زعامات الإطار التنسيقي الشيعي، وكان قد زعم أن لديه 100,000 مقاتل جاهز للذهاب إلى لبنان. وتضع مجموعة الفصائل في العراق النفط كأحد خيارات المقاومة بحسب ما يقول عباس الزيدي أحد قيادات الحشد الشعبية. وهدد المسؤول الأمني في كتائب حزب الله أبو علي العسكري بتعطيل تصدير ملايين براميل النفط إلى العالم. وقال العسكري في تدوينه: إذا بدأت حرب الطاقة سيخسر العالم 12 مليون برميل نفط يوميا. وكما قالت كتائب حزب الله سابقا: إما ينعم الجميع بالخيرات أو يحرم الجميع. كما يتحدث المقال هنا عن الميليشيات، مثل كتائب حزب الله هددت بشكل علني وواضح بتعطيل تصدير النفط إلى العالم في حالة اندلاع حرب الطاقة، مما يهدد استقرار العراق الاقتصادي الذي يعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط. هذا التحالف، يقول المقال، يشير إلى أن العراق بات جزءا من الصراع الإيراني الدولي، ويعتبر العراق في هذه المرحلة غير مستقل سياسيا وأمنيا، إذ يوضح المقال هنا أن الحكومة العراقية واقعة تحت تأثير بيئتها السياسية، خصوصا في ظل ضغط الفصائل المسلحة الموالية لإيران والتي تحكم وتحكم قبضتها في نفس الوقت على القرار الأمني والسياسي. وبسبب هذا التأثير لم تتمكن الحكومة في العراق من ممارسة دور دبلوماسي فاعل. يختتم المقال بالتحذير من أن العراق أصبح ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية، لا سيما مع إسرائيل وإيران، ومع غياب السيادة الداخلية وضعف الحكومة أمام نفوذ الميليشيات، تبدو البلاد غير قادرة على تجنب الدخول في مواجهات محتملة أو حماية نفسها حتى من التداعيات الاقتصادية والأمنية التي قد تنجم عن ذلك. قال النائب المستقل سجاد سالم في منشور على منصة إكس: إن الفصيل المسلح الذي يهدد بحرب الطاقة هل يستطيع تأمين رواتب شهرين فقط إذا توقف تصدير النفط العراقي؟ وتعتمد موازنة العراق المالية بنحو يزيد عن 90% على مبيعات النفط في دفع تأمين الرواتب والتقاعد وباقي مصروفات الدولة. هل يمكن تجنب الحرب؟ يجيب إحسان الشمري:
أستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد عن ذلك، بأن العراق كانت أمامه فرصة لتجنب الحرب سياسياً أو الانخراط بشكل أكبر بالصراع الذي يدور بين إسرائيل وإيران وأذرعها بالمنطقة، لكن يبدو أنها ضاعت الآن مع دخول العراق بشكل مباشر في الحرب ما بين إسرائيل وحزب الله، بحسب تقديرات الشمري الذي يرأس مركز التفكير السياسي، فإن الحكومة العراقية أصبحت سياسياً في وضع صعب جداً، خصوصاً وأنها غير قادرة على ضبط الفصائل، وستبقى في إطار انتظار ردات الفعل وتسويات الدول الفاعلة لهذا الصراع. ورجح أستاذ في جامعة بغداد أن الحكومة التي تواجه أزمات سياسية واقتصادية وأمنية قد لا تصمد أمام مؤشرات الضربات، وبالتالي قد تكون الحكومة بانتظار الحرب لكن غير قادرة على احتوائها. إلى القدس العربي في مقال بعنوان عام على الطوفان غزة الكاشفة. يركز هذا المقال على ما أسماه الكاتب عبد الحميد صيام هشاشة المشروع الصهيوني والضغوط الدولية التي فرضت لإنقاذ إسرائيل من السقوط خلال الحرب الأخيرة، ويعتبر الكاتب أن الصراع تجاوز حدود غزة إلى دول أخرى كذلك، كما يعرض المقال رؤية تتناول كيف أن هذه الحروب قد كشفت عن مواطن ومواقع الضعف داخل المنظومة الإسرائيلية والدعم الغربي اللامحدود لها، مما يزيد من إمكانية أن تنفجر المجتمعات العربية والدولية حتى بسبب السياسات الاستعمارية الصهيونية في المنطقة. كشفت هذه الحرب حقيقة نوايا الكيان الصهيوني وخططه دون رتوش أو أصباغ. يريد الإبادة للشعب الفلسطيني وإنهاء قضيته إن تمكن مرة وإلى الأبد. يريد أن يدمر غزة تماما ويحولها قاعا صفصفا غير قابلة للحياة، وهو ما يقوم به فعلا وأمام العالم من قتل وتدمير وتهجير متواصل واستخدام سلاح التجويع والتعطيش ونشر الأمراض ومنع الدواء وتعطيل المستشفيات والعيادات وتدمير الجامعات والمدارس والطرق والبنايات السكنية. إن تعطيل دراسة 680 ألف طالب جزء من هذا المخطط الشيطاني الذي يلقى الرضا والقبول من الغالبية الساحقة من المنتمين لهذا الكيان الدموي. وقد عبر جالانت وزير القتل عن هذا التوجه عندما أعلن أنه ذاهب إلى غزة لمحاربة الحيوانات البشرية، وقال لا كهرباء ولا طعام ولا وقود، ولن تكون الضفة إلا النسخة الأخرى عن غزة إذا ما انكسر ظهر المقاومة في غزة. وما حدث في جنين وطول كرم وطوباس ونابلس هو مقدمة لنقل معركة غزة إلى الضفة. لا يتوهمن أحد أن هذا الكيان سيترك أثرا للحركة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية إذا ما هزمت المقاومة في غزة. لقد كشف الطوفان ضعف قيادة رام الله التي ما زالت تعيش في أوهام التسوية وتطلب الحماية من المجتمع الدولي، والغريب أنها تكرر طلب الحماية مرة وراء أخرى وتعلن أنها لا تريد أن تقاوم أو تحارب أو تواجه، ثم تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب حتى خطوط 4 من يونيو 1967 لإقامة دولة مستقلة مترابطة وعاصمتها القدس الشرقية. ومن العربي الجديد من جهته يطرح الكاتب مصطفى البرغوثي في مقاله عام قاس من الألم والتضحيات والمقاومة البطولية، يطرح رؤيته للصراع في فلسطين وتأثيره هذا الصراع على المنطقة بأسرها بما في ذلك العراق. يبرز البرغوثي هنا أن المقاومة الفلسطينية أظهرت قدرة استثنائية على الصمود في وجه العدوان الإسرائيلي رغم محاولات إسرائيل وحلفائها بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لفرض السيطرة الكاملة على المنطقة. السعي إلى تصفية الحقوق والقضية الفلسطينية بكل مكوناتها ومحاولة تنفيذ تطهير عرقي واسع ضد الشعب الفلسطيني، وذلك باستخدام سلاحي التطبيع مع المحيط العربي من جهة والاستيطان الاستعماري والإبادة والعقوبات الجماعية من جهة أخرى، وذلك مغزى سلسلة قرارات الكنيسة الإسرائيلية من قانون القومية اليهودي إلى قرار منع قيام دولة فلسطينية.
ثانياً فرض الهيمنة الاستعمارية الإسرائيلية الأمريكية على جميع دول المنطقة وتحطيم كل مقاومة لها وكسر عظام كل دولة ترفض الرضوخ لها. جرى تدمير العراق واحتلاله عسكرياً، وهذا هو معنى ما بشر به نتنياهو عن خريطة الشرق الأوسط الجديد إلى 50 عاماً مقبلة. وهذا التحالف العسكري الإسرائيلي الأمريكي تجلى في ضم إسرائيل إلى القيادة المركزية للقوات الأمريكية والتصدي الأمريكي بالسلاح والصواريخ والطائرات وحتى الجنود المقاتلين للدفاع عن إسرائيل من أي رد فعل على اعتداءاتها. ثالثاً، سعي إسرائيل والحركة الصهيونية إلى الهيمنة الاقتصادية والسياسية على جميع المحيط العربي مقدرات دول المنطقة الهائلة، واستخدام التهديدات العسكرية المضمونة أمريكياً للتحكم بالأمن الاقتصادي والسياسي لدول المنطقة، ويتفاعل هنا عاملان متوازياً. أولاً، إضعاف دول المنطقة ومقدراتها، ومن الأمثلة على ذلك التآمر الإسرائيلي على مصر ومياه النيل ودعم سد النهضة والتخطيط إذا سمحت الظروف لإنشاء قناة بن غوريون. إلى مجلة فوربس الأمريكية، جاء التقرير التالي: التوترات بين أوبك بلس وإيران ودولة الاحتلال، ما هو مستقبل أسعار النفط؟ نشرت مجلة فوربس الأمريكية تقريراً تحدثت فيه عن تأثير التوترات بين إسرائيل وإيران على سوق النفط العالمي. وأقلت المجلة في تقريرها بينما قال وزير النفط السعودي إن الأسعار قد تنخفض إلى 50 دولاراً للبرميل الواحد، إذ لم يلتزم من يطلق عليهم الغشاشون داخل أوبك بلس بحدود الإنتاج المتفق عليها مسبقاً، وذلك وفقاً لما ذكره مندوبون في المنظمة. كما أثرت هذه الأخبار سلباً على مؤشرات الأسهم الأمريكية، وتم تفسير تصريحات وزير النفط السعودي من قبل المنتجين الآخرين على أنها تهديد مبطن واضح بأن المملكة مستعدة تماماً لشن حرب أسعار للحفاظ على حصتها في السوق إذا لم تلتزم الدول الأخرى باتفاقيات المجموعة. فبينما يدفع خطر الصراع الأسعار إلى الارتفاع، تهدد الخلافات الداخلية داخل أوبك بلس بانخفاض الأسعار، بما يخلق بيئة متقلبة لأسعار النفط. وأكدت المجلة أن تأثير تقلبات أسعار النفط يمتد إلى ما هو أبعد بكثير من قطاع الطاقة، فتكاليف النقل والتصنيع وأسعار السلع الاستهلاكية تتأثر جميعها بتكلفة النفط. وعلى العكس تماماً من ذلك بالنسبة للدول المصدرة للنفط بما في ذلك دول الشرق الأوسط، يمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة الإيرادات الحكومية، لكنه قد يزيد من حدة التوترات الإقليمية على الأرض. حسب دانييل يرجن المرجع الإسطوري في مجال الطاقة والجغرافيا السياسية والاقتصاد العالمية، فإن الطاقة سلعة استراتيجية، وأولئك الذين يتحكمون في إنتاجها وتوزيعها يتمتعون بنفوذ كبير، وإذا بدأت حرب فمن المحتمل أن يرتفع سعر النفط إلى أن ترى نفطاً آخر من الإمدادات الإضافية المتوفرة في أماكن أخرى قادمة إلى العالم إلى السوق. تجد سوق النفط العالمية نفسها على حافة الهاوية، ويثير احتمال نشوب صراع في هذه المنطقة المضطربة مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات النفط في العالم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار تتجاوز المشاركين المباشرين. وتساهم إيران وهي لاعب رئيس في هذه الدراما التي تتكشف بشكل كبير في سوق النفط العالمية، حيث تنتج حوالي 4 ملايين برميل يومياً، أي 4% من إمدادات النفط العالمية بحسب التقرير. وأضافت المجلة أن أي تعطيل لهذا الإنتاج يمكن أن يكون له عواقب فورية وبعيدة المدى على أسواق الطاقة العالمية. ويمتد احتمال تقلب الأسعار إلى ما هو أبعد من المدى القريب، فإذا تصاعد الصراع وأثر على العديد من الدول المنتجة فقد يكون التأثير على أسعار النفط أكثر دراماتيكية. فالسوابق التاريخية كأزمة النفط عام 1973 هي بمثابة تذكير صارخ بكيفية تأثير الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي. وكما يشير يرجن، يميل ارتفاع الأسعار إلى تحفيز زيادة الإنتاج من مصادر أخرى. أحداث الحلقة مستمرة بعد الكاريكاتور.
شهدت العاصمة البريطانية لندن تظاهرة حاشدة شارك فيها مئات الآلاف تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ذكرى الحرب على غزة. المتظاهرون رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مطالبين بإنهاء الاحتلال ووقف الهجمات على المدنيين العزل، كما دعوا الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي لاتخاذ مواقف صارمة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية. التظاهرة تعكس الدعم الشعبي المتزايد للقضية الفلسطينية في بريطانيا، حيث نظمت العديد من الفعاليات في مدن أخرى كذلك للتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة. نتابع وإياكم فيديو اليوم. طلب من المواطنين إخلاء المكان.
إلى اللقاء.